طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وخالصة من القلب إلى جميع الإخوان والأخوات. ومرة أخرى نشكر جميع جنود خفاء هذه الأكاديمية الرائعة أكاديمية الجيل الجديد. درس آخر من دروس اللغة الإسبانية كالعادة سيكون سهلا بحول الله وقوته. درس اليوم بسيط، هو عبارة عن محادثة أو مثلا عندما نذهب إلى، والعنوان سوف يقول نعم هو مكتوب انال أو أن ميديكو. أعرف أن في القاعة ناس لا يعرفون أول مرة يحضرون إلى اللغة الإسبانية، إذن سأحاول أن أتكلم إلى أتكلم بسرعة. إذن أن ميديكو، نعم أن ميديكو، نعم كما هو على الصورة. إذا من طبيعة الحال ستفهمون ما معنى ميديكو. ما معنى ميديكو؟ تفضل تسمين ميديكو. كي سينيفيكا ميديكو؟ في كوالا سينيفيكاسيون دو ميديكو. ما معنى ميديكو وحدة؟ ميديكو ماذا تعني؟ ميديكو ماذا تعني ميديكو؟ ميديكو لا ليس عيادة. طبيب، طبيب ليس عيادة، طبيب. ميديكو هو الطبيب، ميديكو طبيب. إذا ترجمنا أن الميديكو لا تعني مثلا، لأن كل لغة لديها يعني ستركتور تسمى مثلا تركيب الجملة. لغة الإسبانية أن الميديكو لا تعني في العيادة، يعني عند الطبيب أو شيء من هذا القبيل. يعني الميديكو في حد ذاتها تعني طبيب. إذن ممكن أن يكون الشرح في العيادة ولكن بطريقة غير مباشرة. الميديكو يعني طبيب. أن الميديكو، أن الميديكو. إذا أحاول تقرير بعض الشيء لتشاهدوا أمور المكتوبة في التكست. Por نعم لدينا. إذن أنا الميديكو، إذن لدينا انفيرميرا، انفيرميرا، انفيرميرا. تفضل اسمي انفيرميرا. نعم ممرضة، تمام انفيرميرا ممرضة، انفيرميرا ممرضة. أحاول أن أكبر الكتابة تشاهدوا جيدا. ان فيرميرا يعني ممرضة. اذا الممرضة تقول لكارلوس، اسم شخص اسمه كارلوس، تقول له باسي باسي بار فابور، باسي بار فابور. ماذا تعني باسي بار فابور؟ في المستشفى لكي لا أتعبكم كثيرا، أعرف أنكم يعني كان عندكم درس لتصميم مواقع. إذا تصميم مواقع يتطلب تركيزا جيدا، إذا جميع طاقتكم
يعني كانت لتصميم مواقع. إذا سأحاول أن أعطي طاقتي وتستريحون قليلا لتستمعوا لي لشرح اللغة الإسبانية كريلاخاسيون، يعني ما معنى ريلاخاسيون؟ ريلاخاسيون ريلاكس in English، استرخاء. أنتم نائمون 100%، أنتم نائمون 100%، نائمون 100%. أوكي، إذن انفيرمير هذا راجع لأن اللغة الإسبانية كانت نائمة منذ مدة أيضا. إذن انفيرمير وهي ممرضة. باسي بور فاور، باسي بور فاور. إذن عندما نكون في عيادة أعطوني إشارة فقط، هل أنتم معي؟ فقط، وبعدها سأشرح. أعطوني إشارة فقط أنكم معي، أنكم تنصتون. فقط نريدكم أن معي، وإذا ليست هنا، إذن آخرون هنا. هل يوجد شخص في الغرفة؟ يا أوكي. أنا ما تتطوع. جميل جميل. أوكي. أوكي سأحاول أن أشرح. يصعب كتابة أنه في الغرفة. شيء غريب غريب جدا. انفيرميرا. باسيك. Por favor، passe por favor. لدينا مستشفى، عندما نذهب إلى عيادة الطبيب والممرضة تقول لنا، تفتح لنا الباب للطبيب، تفتح باب العيادة أو باب الغرفة التي يوجد فيها الطبيب وتقول لنا ادخل، يعني تسمى passe. الverb الفعل هو passar، يعني ادخل. بور فابور من فضلك. باسي بور فابور، باسي بور فابور، ادخل من فضلك. تمام. في اسبانيا هناك مستشفيات كما نسميها الدولة، مستشفيات للدولة، مستشفيات خاصة. في غالبية الأحيان المستشفيات مستشفيات الدولة يكون هناك اوناسيتا، يعني يكون هناك رونديفو فرونسي، يكون هناك موعد، وفي ذلك الموعد بالضبط يخرج الطبيب ويقول للمريض تفضل، ويناديه باسمه الشخصي والعائلة. تعرفون هذه المعلومة. اذا هذه ثقافة. بالنسبة للمستشفيات الخاصة أو نصف خاصة، يكون هناك استقبال يكون في جميع المستشفيات. بالنسبة للمستشفى الخاص يكون استقبال لإعطاء يعني المعلومات. بالنسبة للمستشفى الدولة يكون استقبال لإعطاء يعني بطاقة، أي مواطن لديه بطاقة يذهب إلى الطبيب. إذن عندما يدخل إلى المستشفى يعطي البطاقة إلى الاستقبالات وينتظر دوره. إذن في المستشفى الآخر لا يعطي البطاقة لأنه ليس مستشفى عام. نعم. إذن باسي بور فاور، يعني باسي سيلفربو باسار، الفعل هو باسار، ادخل. بور فور ليس ادخل 100%، ولكن البر والبصر دائما يعني بانه شخص خارج وننادي عنه او نقول له لا بيرميشن بار انترا، لكي يدخل. تمام. بور فور يعني من فضلك. ميديكو، ميديكو قلنا هو طبيب. بوناس تاردس، بوناس تاردس تقال بعد الظهر. بوناس تاردس أضاف شنو؟ بالفرنسية؟ من يعرفها بالفرنسية؟
Buenas tardes. Guten Abend. اوكي، بعد الظهر نقول Buenas tardes. بعد الظهر نقول Buenas tardes يعني. إلى السادسة مساء، إلى السادسة تقريبا يمكننا أن نقول Buenas tardes حتى في الليل، حتى التاسعة الثامنة، ولكن الإسبان مع السابعة الثامنة التاسعة يقولون، يعني يقولون يعني Buenas noches، لا Bon après-midi، l'après-midi بعد الظهر. Bonsoir يا Buenas noches. Okay, buenas tardes. Tome asiento. Tome asiento. Tome asiento. Mana. Tome asiento. Okay. حتى ولم نكن نعرف اللغة الإسبانية. عندما تدخل عند الطبيب، الممرضة قالت لك ادخل عند الطبيب، الطبيب سوف يقول لك صباح الخير أو مساء الخير، يعني بعد ماذا سوف يقول لك؟ بعد أن يقول لك صباح الخير أو مساء الخير بدون أن نشاهد التكست، ماذا سوف يقول لك مباشرة؟ دخلت إلى عيادة، الطبيب سوف يقول لك صباح الخير أو مساء الخير، إذا الشيء الذي سوف يقول لك بعد صباح الخير أو مساء الخير لا أنت لست داخل، لا أنت لا بعد الدخول، أنت داخل، قفلت الباب، قال لك صباح الخير أو مساء الخير أو أي شيء، إذا ماذا سوف يقول لك بعد ذلك مباشرة؟ بطبيعة الحال سيقول لك تفضل اجلس، تمام. إذا يجب عليك أن تجلس أولا، أنك أول شيء يجب عليك أن تجلس. إذا طومي أسيانتو، أسيانتو هو المكان الذي تجلس فيه، أسيانتو نعم، أي شيء نجلس فيه يسمى أسيانتو. طومي يعني خذ، خذ طمار، خذ تيك، تيك فرنسية. تومي أسيانتو، تجلس. إي ديغامي كيليب، من طبيعة الحال فهو تجلس ويقول لك بعد متى الشيء، قل لي ما الأمر. كيليب باسا ديغامي، ديغامي هي قل لي، ديغامي هنا في هذه المحادثة أو في هذا التكس نحن نتحدث، يعني بالنسبة لتصريف الفعل هناك تغيير بعض الشيء، هذا سوف يعني يغير بعض الشيء نظرتكم بالنسبة للإسبانية التي تعرفونها، فقط هناك تغيير في التصريف، لكن المعنى سنعتمد الآن على المعنى، لأن هذا التيمبو، هذا النوع من التصريف يصرف الآن في الأمر باسي تومي ديجا إلى آخره الأمر. إذا buenas tardes tome asiento، يعني هناك دعوة للجلوس، وبعدها ديغامي قل لي حضرتك، هنا يعني فيها ريسبيتو، ريسبكت، لو ريسبكت الاحترام. ديغامي، ديغامي المشهور والذي يعرف جميعا ديمي، شخص يقول لك ديمي ديمي ديمي، هناك فرق بين ديمي ديمي قل لي وديغامي، ديغامي ديغامي احترام. كنا قلنا في محاضرة سابقة بأنه الإسبان عندما
تريد أن تتكلم معه في الهاتف، هاتف نقال أو هاتف، الهاتف بصفة عامة. الموبي، سمى الموبي، موبي هاتف نقال، هاتف نقال يسمى الموبي. الهاتف يعني الموجود في البيت يسمى فيخو، فيخو هذه إضافة، فيخو، فيكس أو فوتي في فرنسية، فيكس يعني غير متحرك، فيكس، فيخو يعني إسبانيول. إذن موبايل، نقول موبايل غير أنها تكتب ب، تكتب بالأوبي. تمام. إذن buenas tardes, tome asiento y dígame qué le pasa. Dígame qué le pasa. نرجع إلى الهاتف. قلنا عندما يتكلم معك شخص في الهاتف، أول كلمة تقال سي دي مي أو دي جامي، قل لي أو حسب من يتكلم، إذا كنت تعرفه ستقول مباشرة دي مي، قل لي. إذا تومي أسيانتو دي جامي كي لي باسا، نو مي encuentro bien. No me encuentro bien. طبيعة الحال عندما يكون الشخص ليس مرتاح أو ليس بصحة جيدة يقول هذه العبارة No me encuentro bien. لست جيدا، لست بخير. No me encuentro bien. ويقول لك شخص، أبقى أشرح، أي شخص لا يفهم أي شيء فليكتب No me encuentro bien. No me encuentro bien يكون، نعم يعني يكون مزاج غير جيد، لأن يعني بصفة عامة يعني تقال حتى مرض، تقول للشخص أوي اليوم No me encuentro bien. No me encuentro bien. No me encuentro bien. نعم. No me encuentro bien يعني لست جيدا. Me duele el estómago. هنا ريهام كيف الحال؟ أهلا وسهلا. Duele el estómago. الحمد لله والشكر لله. Me duele el estómago. Me duele el estómago هي أن يعني تؤلمني. Me duele. Me duele هي يؤلمني. Me duele هي يؤلمني. Estómago هي نعم المعدة. Estómago. Y la garganta. Y la garganta. La garganta هي نعم la garganta هي la garganta قريبة بعد شيء من الفرنسي بعد شيء ليس في 30%. La garganta la gorge la garganta وهي نعم حلق نعم la garganta También, أيضا, tengo dolor de cabeza. También, أيضا, tengo dolor, perdón, de cabeza. يعني, أيضا, limoni, يعني, la cabeza, la cabeza. إذا, pase, por favor, هذا الحوار عبارة عن كارلوس مريض وذهب إلى عيادة إلى الطبيب، ذهب إلى الطبيب، قالت له لا انفيرميرا باسي بور فافور ادخل، الميديكو قال له بوناس تارديس تومي اسيانتو اجلس، ديغامي كيلي باسا، يعني طبيعة الحال قل لي ما بك، نومي انكوين بروبيان، لست بخير، مدويلي
en estómago y la garganta. También tengo dolor de cabeza. حد السال أمور على ما يرام. هل الأمور على ما يرام؟ حد السال. تمام. نكمل. دونور. دونور وهو ألم. دولار. فرنسيين نقول دولار. دولار. ليس الرأس. لمن يريد أن يستفيد بالفرنسي أيضا. Bueno, bueno, جيدا. سأحاول أن أشرح يعني ليس بسرعة. Bueno, جيدا. Vamos, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. لما يقول لك شخص أي سالم شاي. Vamos a ver. إذا لما تقول لشخص هذه الكلمة أو هذه العبارة تقال كثيرا في إسبانيا، ليس دائما يعني تقال كثيرا. ما هو سبب؟ ما هو سبب؟ تريد مثلا أن تذهب عند صديق ليساعدك، يقول لك ما هو سبب شاعرين بين مدى هناك. vamos a ver a vista a vista vamos el verbo ir. bueno vamos a ver Tumbese, tumbese aquí, tumbese. حاولوا أن تتخيلوا، لا تذهبوا إلى جوجل، حاولوا أن تتخيلوا شخص دخل عند الدكتور، قال له اجلس، ما بك؟ شرح له ما بك، إذا سيقول له هيا، بعد ذلك ماذا سيقول له؟ بدون أن إلى جوجل نتخيل، جميعا نعرف الأمور المتعلقة بالدكتور، كيف ندخل ونجلس ونتكلم، ماذا سوف بعد ذلك، ماذا سنفعل الطبيب، ماذا سنفعل. تمام. تومبيسي يعني الاسترقاء، فحص الاسترقاء. تومبيسي أكي هنا. Primero, abuela, voy a tomarle el pulso. No te debo ir a Google. No te debo ir a Google. No te debo ir a Google. فقط تخيلوا أنكم عند الدكتور. أول شيء يستعمل الدكتور هو عندما ندخل. أول شيء. Primero, voy a tomarle el pulso. حتى ولو لا تعرف اللغة الإسبانية، دكتور أول شيء يعمله ما هو؟ أول شيء يعمله ما هو؟ لذلك لا، في الفحص، في بداية الفحص ماذا يفعل؟ لقد سأله، نعم يرتدي السماعة، ولكن قال هو الأهل الآن بدأ في الفحص، هو الآن بدأ في الفحص، سيقوم به، ما هو؟ أول شيء سيقوم به الدكتور. Primero voy a tomarle el pulso. شخص دخل عند الدكتور. أي شخص دخل عنده، ما هو المشكل؟ المعدة إلى آخره. إذن قبل أن يبدأ في الفحص يعمل فحص آخر من نوع آخر، وهو يتذهب إلى جوجل. أين هو الألم؟ لا، هو بدأ في الفحص الآن. تمام، تماما. يقيس الضغط. الضغط أول شيء يقاس الضغط، يعني أول شيء يقاس الضغط، يعني هو يتكلم وفي نفس الوقت يقيس. Primero, وفي أمان الله ونتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. السودان. أتومارلي البولسو. إذن
سأحاول أن أقيس الضغط. تمارلي البوم. إذا من طبيعة الحال قيس الضغط سيأمر الشخص المريض ب هناك كميسة. إذا يجب عليه من يجب عليه أن يفعل سوباسي لا مانغا دي لا كاميسا. عادي جدا بدون أن نعرف الإسباني سنفعل. ملابس. إذا أراد أن تمام. إذا يجب أن يرفع يعني الكم القميص الدراع. سوباسي سوبر لا مانجا. لا مانجا وهي عندما يكون هناك هناك ميسا يعني كميسة لديها زرار في الدراع. إذا عندما نفتح الزرار نحاول أن نرفع. عندما نرفع نحاول أن نرفع المانجا. نحن أيضا نقول بالمغرب نرفع يعني أيضا نقول الكم المانجا دي لا كاميسا. إي ديمي لامانو إسكيردا. من طبيعة الحال عندما يرفع لامانجا دي لا كاميسا من طبيعة الحال سوف يعني اعطيني اعطيني ديمي ديمي سيلبر مضار هنا. تمام. كارلوس دكتور. يمكن أن نقول دكتور ويمكن أن نقول ميديكو. يمكن أن عندما نتكلم مع الدكتور يجب لن نقول له ميديكو من فضلك. لا دكتور نقول له دكتور لا نقول له ميديكو. ميديكو ودلالة على مهنتي. دكتور me duele mucho el estómago. عرفتمونا جيدا يعني يؤلمني جيدا يعني الميلوش el estómago. Sobre todo después de comer. تؤلمني المعدة كثيرا خصوصا. Sobre todo بعد الأكل. Sobre todo después بعد de comer الأكل. خصوصا بعد الأكل تؤلمني المعدة كثيرا. Me duele mucho el estómago sobre todo de comer. Es algo grave, doctor. هل يعني بالفرنسي ايضا نقول غاف يعني هل غاف او غرافي هذا يعني لما نقول نعم صعب او لما يكون هناك تشويش او يكون هناك يعني هذا الامر مزعج. هل انا غاف grave. Mas sí, joder, no sé, joder, no sé. ¿Es algo grave, doctor? Estoy bastante preocupado. Estoy bastante preocupado. Me يكون الشخص مريض. إذن سيكون هناك سيكون preocupado. ليس هو صحيح ولكن ليس الكلمة 100% للشرح. خوف ميادة توتر نيرفيوسو. لا بريكوبادو الشخص عندما يكون هناك بريكوبادو تكون شخص يكون بعد شيء قلق بعد شيء ممكن أن تدخل في القلق. بريكوبادو يعني مشطول البال يعني مشطول البال مشغول مشطول البال.
ايوه كي بيبي فرنسي يعني. مش طول البال يعني، اللي مرض في كذا وكذا وهو لا يعرف، ويجبرني ان يفهم هو خطر المرض غير شيء يعني الى اخره. يعني مش طول البال يعني، مشغول البال هو مشغول يعني، يفكر لحل هذا المشكل، كيف يجب عليه أن يعرف هو لا يعرف شيئا. إذا أن يعرف 100% يكون يعني مشغول باستانتي أسي أو فرنسي أسي باستانت كوباد يعني مشغول فوق مشغول. الشخص يكون مثلا مشغول البال يعني باستانتي يعني تكون أسي أسي Préoccupé. Non, no es nada grave. ماذا قال له الدكتور؟ No es nada grave. ليس عندك أي شيء. يعني حاول أن يقول له بأنه نعم نعم ليس إنه أمر أي، ليس بالأمر المخيف. No es nada grave. No es nada grave. Usted tiene agotamiento físico. Usted tiene agotamiento físico. وهذا ما أعاني منه أنا شخصيا. إذا tiene agotamiento هو شخص مثلا يشتغل كثير كثيرا يعني الجسم يعني جسمه يعني يكون هناك إرهاق كثير. تمام. أغوتامينتو فيسيكو عندما يصل الشخص إلى عدم التمكن من التفكير، عدم التمكن من القدرة على الزيادة في شيء يعني في عمل شيء آخر إلى آخره، في التركيز إلى آخره. أغوتامينتو فيزيكو يعني أن الجسم يعني مهدوء. تراباخا ديماسيادو يعني تشتغل كثيرا. تشتغل كثيرا. تراباخا ديماسيادو كثيرا. تراهق نفسك كثيرا. نو تراباخي تانتو لا تشتغل يعني إلى درجة يعني أن الوصول إلى هذا الحد. Lleve una vida tranquila y descanse. يجب عليك أن تعيش حياة ترانكيلا يعني التوطيل يعني شرح نفسها يعني هادئة، حاول أن ترتاح. descanse descansar حاول أن ترتاح. سي اس بوسيبل من المحتمل أو من المستحسن يعني نقول بيتشو سي اس بوسيبل يعني من الأحسن اتش سي لا سيستا دي فيس ان كواندو. بطبيعة الحال يجب عليك أن ترتاح من يعني مرة إلى أخرى، يجب عليك أن تبقى مرة إلى أخرى. بس إن كواندو يعني يجب عليك أن تبقى تشتغل طوال الوقت، يجب عليك أن ترتاح مرة في الأسبوع، مرتين، مرتين نهاية الأسبوع إلى آخره. puedo seguir fumando دكتور كارلوس ماذا يقول؟ puedo seguir fumando دكتور. قال للدكتور هل يمكنني أن أدخن؟ أنه يدخن. قال له أن seguir استمرار fumando دكتور. no Tengo que seguir
Tengo que seguir alguna dieta. Tome una dieta. Tengo que alguna dieta. عندما يكون هناك مرض أو شيء من هذا القبيل، لديهم أمراض سكري أو شيء من هذا القبيل، يعني يحاولوا أن يستعملوا نظام التغذية وتسمى هنا دياتا، تسمى دياتا. نعم، حمية. تمام، حمية. هي حمية غذائية. نعم، دياتا. سي نو تومي غراساس، لا تكثر، يعني لا تأخذ الدهون، ليس لا تكثر ولكن لا تأخذ الدهون. نو تومي غراساس، أطعمي غراسس والدهون دونية. ني كوميداس فوير بعد الأكل يكون بعد شيء فويرتي، وهو 100%. يعني كيف أشرحه؟ هناك أغذية في المتناول، هناك أغذية يعني تكون بعض الشيء يعني ليست لا يقدر عليها أي شخص كيفما كان، يعني تكون كوميدا فويرتي، يعني في الدهنيات وفي الدسمة وإلى آخره. يعني نواصلكم لدينا أكل عادي جدا، بعض الأحيان نقول أكلت طبقا غني آخره. يعني هناك بعض الأشخاص يتميزون بأكل لا كوميدا فورتي، يعني هناك كوميدا فورتي وهناك كوميدا نورمال عادية، يعني يأكل جميع الناس. لبوا رفيتار وناس ترى خير بين هذه الخستيون، قال له سوف أحاول. لبوي الريسيتار، الريسيتار وهي سيكتب له بعض الأدوية، باستيدياس وهي الأقراص، تراثير بيان لا ديخيستيون، ديخيستيون، ديخيستيون وهو يعني كيف أشرحها؟ يتقال أيضا باللغة الفرنسية والإنجليزية ديخيستيون، هو بصفة عامة يعني كيف أشرحها؟ أشرحها الهضم، 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 يعني لأنه عنده مشكل في، نعم، لأنه عنده مشكل في المعدة. إذن أقراص يسهل عليه عملية الهضم، يحاول أن يكون عنده تكون عنده عملية الهضم جيدة. بينجا بوراكي لا سيمانا بروكسيما، إذن قال له ارجع من هنا أسبوع، يعني من اليوم أسبوع. بينجا بوراكي لا سيمانا بروكسيما، إذا سيرجع عنده أسبوع. muchas gracias por todo، شكرا جزيلا على كل شيء، شكرا جزيلا على كل شيء. la semana que viene، إذا على له يعني إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. la consulta، وانتهى الدرس. أتمنى التوفيق للجميع في هذه الأكاديمية الرائعة، أكاديمية الجيل الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.